السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. بعد الصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله، كنرحب بكم في القناة ديالكم شيوات أم نور. اليوم بإذن الله غادي نقدم لكم وجبة صيفية بامتياز، أو وجبة سهلة وسريعة واقتصادية ممكن توجدوها في آخر لحظة. غادي نحتاج إن شاء الله 3 ديال البطاطات اللي الحجم ديالهم متوسط إلى كبير حسب الكمية ديال البطاطا حسب أفراد الأسرة. من بعد ما كنقشروها كنحيدو على ديك القشره وكنغسلوها مزيان وكنقطعو هكا الى شرائح، وغادي نقطعو على شكل طولي ونقطع الى مكعبات جد صغيره. من الاحسن كتقطعوها شويه صغيره باش تطيب معكم دغيا. وهنا من بعد ما قطعت على شكل طولي غادي نقطعها الى مكعبات صغيره، وهذا هو القياس اخواتي كيف كتلاحظوا هنايا. ولأول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كنرحب بها باش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش توصل كل ما هو جديد إن شاء الله، وتشجعوني بلايك باش توصل الفيديو لأكبر عدد من اللايكات. بارك الله فيكم، واللي عجب لكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو في مواقع التواصل الاجتماعي ومع الأحباب ومع الصديقة ديالكم باش تعمل فائدة. هنا من بعد ما قطعت الكمية كاملة اللي عندي كنديرها في واحد كاسرول أو طنجرة، وكنضيف عليه واحد الكمية ديال الماء. الماء هنايا غير كنغطسو، يعني البطاطا كتغطس كامل في الماء. وكنزيد الملح، واحد الكميه ديال الملح، وغادي ناخذ الطنجره ونديرها فوق النار اللي كتكون متوسطه. وهنايا غادي نخليها حتى توصل لدرجه الغليان. بعد ما كتوصل لدرجه الغليان كنحسب ليها واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه حسب النوعيه ديال البطاطا. ولا استعملتوا الحمراء كتشد شويه الوقت في الطياب، ولا استعملتوا هاد البيضه دغيا تطيب معاكم، يعني ما تخليوهاش تطيب مزيان. غادي مازال غادي نشوفوا معايا. وهنايا كنمروا للمرحله الثانيه، غادي نوجدوا الخليط ديال البيض اللي غادي نضيفوه لهاد البطاطا اللي كتجي رائعه وبنينه. هنايا الكميه ديال البيض حسب الكميه ديال البطاطا بطبيعه الحال. كندير هنايا 3 ديال البيضات اللي الحجم ديالهم اللي هو كبير، وغادي نضيف عليهم هنايا 2 معالق اللي هما كبارين ديال زيت الزيتون. هنا تخوه ليا بزاف، المهم 2 معالق اللي هما كبار، وجوج معالق اللي هما كبار ديال الحليب، الحليب السائل ما كانش متوفر ممكن تستغناو عليه. والملح ديما كيبقى حسب الذوق، هنا واحد نصف ملعقه اللي هي صغيره، ورشه من الابزار الفلفل الاسود. وغادي نضيف شويه ديال التحميره، هنا ضفت شويه كتير، يعني ديروا غير راس ملعقه، يعني ربع ملعقه اللي هي صغيره. وكنخلطوا هاد العناصر مزيان. وهنايا غادي نزيد واحد الاضافه، هذه اختياريه، واحد نصف ملعقه اللي هي صغيره من الصلصه الحاره اي الهريسه، ممكن تستغناو عليها، وشويه ديال الزعتر كنسمو بهذا البيض او هاد التورتيه، كنحكوها كما بين يدي. وكنخلط هاد العناصر وهادو كل المكونات اللي غادي نحتاجو لهذا الخليط عفوا. صافي كنخلط مزيان، غادي نرد عليه واحد طبق، المهم كنغطيه وكنخليه جانبا، وغادي نمر ان شاء الله نشوف البطاطا ديالنا. هنا البطاطا من بعد ما تسلقات كنسلقوها غير نص تسليق، ما نسلقوهاش بزاف. صافي هنايا راه دخلها الطياب، وغادي نطفي عليها ان شاء الله، وغادي نمروا باش نصفيوها. كيف ذكرت لكم ولا استعملتوا البطاطا اللي كتكون هكا البيضه، ما استعملتوش الحمراء، يعني حدو معاها ما تخليوهاش حتى تطيب مزيان باش ما تعذبكمش. غادي تدخلها الطياب كتطفيو عليها وكتصفيوها هكا في واحد الصفايه وتخليوها تقطر. كنجيبو غادي نحتاجو مقلات، بسم الله كنضيفو ديك البطاطا في المقلات. من بعد ما كتقطر مزيان كنضيفو عليها واحد الكميه ديال الزيت النباتيه، ونضيفو واحد الملعقه اللي هي كبيره ديال الزبده. وغادي نرجعو المقلات، يعني البطاطا غادي نرجعوها فوق النار حتى تحمر معنا مع هاد الإضافة ديال الزبدة والقليل من الزيت النباتية. هنا بانت لي الكمية شوية كتيرة، يعني ديال البطاطا، يا إما كدير واحد المقلاة اللي هي كتيرة، أو كتقسمو البطاطا ديالكم على جوج باش تحمر معاكم. هنايا قسمت الكمية على جوج مقالي، باش كتلاحظو تحمرت مزيان. و
وهنا البطاطا كنقسموها على جوج، ولا كانت في مقله واحده كنديروا نصف الكميه وكنخليو النصف الاخر غادي نرجعوه من فوق من بعد ما كنضيف هاد ثلاثه ديال متلتات ديال الجبن او ديال الفرماج. ممكن ديروا ثلاثه، ديروا اربعه، ديروا جوج، حسب افراد الاسره وحسب الكميه ديال البطاطا. كنوزعو هكا، كنقطعها بالسكين وكنضيف الكميه ديال البطاطا اللي بقات من الفوق. وهنا كيف كتلاحظوا من بعد ما تحمرت البطاطا، يعني بحال اللي تقلص شويه الحجم ديالها، صافي. هنا غادي نجيبوا الخليط ديال البيض وغادي نضيفوهم فوق البطاطا. اخواتي بغيتو تقليو البطاطا ديالكم بعد ما كتقطوها مكعبات، يعني تقليوها يعني مباشره في الزيت بحال اللي كنقليو البطاطا، يعني الفريت عفوا، كتقليوها. ولا ما بغيتوش ديروا هذه الطريقه باش تسلقوها وترجعوا تحمروها عاوتاني في المقلاه، يعني الاختيار كيرجع لكم. هنايا من بعد ما كنضيفوا الخليط ديال البيض كنخليوه على نار متوسطه، وغادي نرد واحد الغطاء ونخليها حتى تماسك وتحمر من الاسفل ان شاء الله. وهنايا البيض بدا يطيب معنا ويتماسك وبدا تحرك معايا في المقلاه، غادي مازال نخليها شويه عاد تحمر ويتماسك شويه البيض ونقلبها على الوجه الثاني ونرجع معكم باذن الله. وهنا من بعد ما قلبتها كيف كتلاحظوا كتجي محمره وكتجي طايبه وزوينه، غادي نرجعها تطيب على الوجه الثاني غير واحد دقيقه حتى لجوج دقائق، وكنطفيو عليها النار وغادي نمرو ان شاء الله باش نحطوها في الطبق ديال التقديم. بسم الله. وهنا من بعد ما كنحطوها في الطبق ديال التقديم ممكن نضيفوا اضافات او ممكن تخليوها بحال هكا. انا غادي نضيف غير واحد الكميه ديال الجبن المبشور في الوسط وقليل من الزيتون اللي كيكون هكا مقطع، يعني الاختيار كيرجع لكم. ممكن تتوج يعني تقدموها غير مع لي صوص، يعني المايونيز او صلصه الطماطم، واللي بغات لي صوص يعني ان شاء الله غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف اسفل الفيديو او اخر هذا الفيديو ان شاء الله. وهنايا واحد غير واحد التزيين اللي هو بسيط، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كتجي بنينه وكنقدموها سخونه، كتجي رائعه وزوينه، والطريقه اللي هي جد سهله ومبسطه غتولي معتمده عندكم ان شاء الله، وما كتاخذش الوقت اللي هو كتير. وكترافقوها مع الحوت ومع شويه ديال الصلاه، يعني المرافقات حسب الرغبه حسب المتوفر. وهنا كيف كتلاحظوا كيف كتجي من الداخل، وداك الجبن كيجي رائع، يعني داك الفورماج كيف كتلاحظوا، وكتجي بنينه اخواتي. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وممكن يعني تقدموها هكا يعني فرديه او تقدموها في طبق ديال التقديم، يعني الطبق اللي هو كبير يعني مع الخبز، وممكن هكا تاكلوها غير بالفرشيت، يعني الاختيار كيرجع لكم اخواتي. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب ديالكم مع الصديقات ديالكم باش تعمل فائده، ولا عجب لكم الفيديو بطبيعه الحال مواقع التواصل الاجتماعي، وتشجعوني بلايك. بارك الله فيكم. ولاول مره كتشاهد الفيديو ديالي كنرحب بها باش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد، وكنشكركم على المتابعه. الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.